And then on the question about Rafah, there's been reports that an Israeli team is to go to the US to talk about its intentions. إذن هناك أيضا أسئلة يستمع إليها المتحدث باسم الخارجية فيما يتعلق برفح. وهناك أيضا أسئلة حول الضغوط التي تمارسها واشنطن على إسرائيل. يعود ويكرر بأنه لسنا قريبين جدا من الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق هدنة، ولكن العمل سيستمر في الأيام المقبلة. نستمع. إذن علينا أن نعمل قدر الإمكان لتحقيق النجاحات، وكما قلت نبقى متفائلين ونعرف أن هذه المناقشات قد بدأت مجددا، وهذا أمر جيد، ونأمل في التوصل إلى حل خلال الدورة المقبلة من المناقشات. نحن بحاجة إلى أن نقسم الأحداث. نحن نعرف أنه يجب أيضا نتكلم عن المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الاتفاقات بشأن المساعدات الإنسانية، ونعرف أن ذلك لا يرتبط مباشرة بالمناقشات بين الأمم المتحدة وإسرائيل بشأن أي عملية في رفح. وموقفنا واضح، أي عملية في رفح ستكون كارثة إنسانية، وبالتالي من الواضح أن أي تصعيد في الميدان سيكون لديه تداعيات كبيرة على المناقشات، ولكن نعرف أن سيكون أيضا لديها تداعيات أكبر على الشعب بنفسه. بالتالي نحن نأمل أن ما من شيء سيحدث في رفح الذي سيؤدي إلى أي تدهور للكارثة الإنسانية، أو بأن بذلك سيكون أيضا سلبيا تجاه المناقشات بحد ذاتها، ولكن لن أتمكن من الغوص في تفاصيل بشأن ذلك. وما هي المناقشات التي أجريناها مع إسرائيل؟ في الوقت الذي يقوم فريق إسرائيلي أو قوام من الجيش الإسرائيلي بالسفر إلى واشنطن لبحث خطة دخول رفح، هل هناك فريق قطري مصري في واشنطن يفاوض على عدم الدخول أو تهدئة الأمر هناك بشكل عام؟ الدور القطري هو بكل وضوح مع الأشقاء في مصر هو الوساطة فيما يتعلق بهدنة إنسانية في إطار خفض التصعيد بشكل عام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة للوصول إلى النهاية لهذه الحرب. هذا الدور معلوم لديكم، معلوم تفاصيله وكيف يتم هنا في الدوحة أو في القاهرة أو في أي عاصمة أخرى في إطار هذا الأمر. وهذا لا يعني أن هناك جهد خاص في اتجاه ما تفضلت به، ولكن طبعا هذه الأمور كلها يتم مناقشتها على طاولة المفاوضات. أنور. عليكم. أنا عندي سؤال بالنسبة للوساطة، هل هي راضية على مستوى التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي؟ هل لديكم معلومات أن الوفد الإسرائيلي يعني بتعلق في موضوع الشكل هذه المفاوضات التي تجري وتقودها الوساطة بين إسرائيل؟ بالنسبة للصلاحيات الممنوحة لفريق التفاوض، هذا السؤال طبعا يوجه للطرف الإسرائيلي حقيقة. احنا من ناحيتنا نتعامل مع الوفد الموجود بناء على معطيات الموجودة على الطاولة أمامنا. لا أعتقد أنه يمكن وضع مدى زمني على المحادثات حاليا. لدينا يعني نستطيع أن نقول مدى زمني نحن متفائلون أن يتم الإنجاز من خلاله، ولكن هذا بلا شك هو مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين ووصول لحلول للقضايا الخلافية الرئيسية، فحاليا لا أعتقد بوجود ذلك. بالنسبة لشكل المفاوضات تجري حاليا فهي لا تختلف الحقيقة عن الجولات السابقة من المفاوضات، فيما كنا كما قلنا سابقا في أن يكون هناك مقترح رئيسي ثم يعطى المقترح هذا للطرفين، ثم نحصل على إجابة من الطرفين، وثم تبدأ الإجابات المتبادلة أو الردود المتبادلة على المقترحات من الطرفين، وهذا يتم على مستوى سواء المسؤولين أو على مستوى الفرق الفنية كما كان يجري الوضع سابقا. هذا ما أقدر أعلق عليه حاليا، في كما قلت لك هذا السؤال يسأل الجانب الإسرائيلي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد سيف الدين من وكالة الأنباء القطرية. مش عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن المفاوضات وما يجري داخلها، ولكن هل لمستم أي إيجابية من الجانب الإسرائيلي أم هي مماطلة من أجل كسب الوقت ومزيد من القتل؟ شكرا.
يعني احنا كما قلت احنا متفائلين بحذر لان المفاوضات عادت مره اخرى الى الانعقاد بهذا الشكل، وهي كما تعلمون هي مفاوضات غير مباشره بين الطرفين. ولكن الان حقيقه لا اعتقد ان سيكون من المفيد الوضع وصف معين تجاه ما نراه تجاه هذه المفاوضات، سوى انها كما قلنا اننا متفائلون بانعقادها ومتفائلون بامكانيه البناء عليها في الجلسات القادمه ان شاء الله. محمد عاشور من تلفزيون قطر. استكمال الصراحة للأسئلة السابقة، هل تصعيد قوات الاحتلال على الأرض يوم أمس بما يتعلق مستشفى الشفاء أو الاعتداء على الصحفيين أثر على سير المفاوضات؟ والسؤال الثاني، هل جولة وزير الخارجية الأمريكية القادمة لها علاقة في ما تم أمس أم لا؟ أولا بالنسبة للاعتداء المستمر على المنشآت الصحية والمنشآت المدنية في قطاع غزة، في الموقف القطري في هذه المسألة ثابت منذ اليوم الأول أنه يجب تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته فيما يتوقع بضمان سلامة المدنيين بشكل عام، ولكن خاصة المنشآت الصحية والأطقم الطبية والمرضى. والتقارير التي وصلتنا من مستشفى الشفاء هي بلا شك تستدعي استنكارا دوليا وتحراكا دوليا لضمان سلامة النازحين إلى المستشفى والأطقم الطبية هناك. والأمر نفسه بالنسبة للاعتداء على الإعلاميين، هناك قرابة 100 إعلامي الذين قتلوا نتيجة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل في إطار أي نزاع. والاعتداء على الصحفيين يوم أمس في قطاع غزة واحتجاز بعضهم والاعتداء عليهم بالضرب في مستشفى الشفاء لا يمكن أن يفهم إلا في سياق محاولة تغطية على جرائم أخرى تجري في محيط المستشفى. وبالتالي نحن نؤكد استنكارنا المستمر لهذه الانتهاكات، ونؤكد ضرورة أن لا ينظر بازدواجية معايير في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن في النهاية هذا هو ما يثبت فاعلية النظام الدولي. إذا غاب النظام الدولي عندما يكون مرتكب هذه